كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تشوف الوالده ديك كتموت حداك وانت يعني حتى انت كتموت معها، العائله ديالها حتى شي واحد ما رحمها، حتى شي واحد ما وقف معها. انا الابن ديال السيده هذه اللي كتشوفوا في الصوره، هذه الام ديالي، افتراها الله بالمرض السرطان عنق الرحم، كذلك بالقصور الكلوي، حيث انتشر المرض في الاحشاء ديالها. ودابا الوالده كتعاني على قول الاطباء ملي جبناها لهنا لطنجه، حيت حنا ماشي من هنا، حنا من عمله تشاون، جبناها لهنا قالوا بان المرض يعني فايت اكثر من 5 سنوات على البدايه ديالو، وحنا من شهر 9 العمل فايت وحنا هنا يعني قصد العلاج، وباقي ما سخرش الله باش نعالجوا الوالده. والوالده المرض كينتشر فيها وهي كتزيد تعاني، والغالب الله. فكنشدوا المحسنين، كنشدوا خوتنا المغاربه، الله يجازيهم بخير، يقدموا يد المساعده، يحسبوا هذه الانسانه هذه هي الوالده ديالهم، ويحسبوا راسهم في موطئ انايا، يقدموا يد المساعده بالقليل او بالكثير، الله يجازيكم بخير. مطالبين حنايا ب 35 حصه في جزنايه ديال الاشعه، وكذلك الوالده عندها الدياليز، عندها هنا في نقطه الحليب، وعندها تصفيات الدم، دارت جوج عمليات هنايا على الكلاوي، دارتها واحده في محمد الخميس واحده في تنجيس. فيعني الوالده حاليا دابا فيها الحريق، دابا في هذه اللحظه فيها الحريق بخصوص الكلاوي، وبغينا نديوها غير للطبيب، يعني الى ديناها للطبيب يقدروا يطلبوا لنا التصفيه، ولا عندها فقر الدم. يعني غير 700 درهم، ولكن 700 درهم حتى واحد ما يعقل عليك، يعني الطبيب عاد مشي لعندو خصك الفلوس، واخا تشوفها كذموت حاليا الوالد دابا كذموت، ويعني كذموت بصح فيها الحريق بزاف، يعني كتعاني بصح، ولكن باش ديها للطبيب حتى واحد ما يعقل عليك. كتشوف الوالده هذيك كتموت حداك وانت يعني حتى انت كذموت معها. بالنسبه للاشعه، الاشعه قالوا لنا 700 درهم للحصه، والله العائله انا طالب كنقرا، انا سمحت في القرايه ديالي، انا دابا مده سنه سمحت في القرايه ديالي، حتى واحد في العائله، هانتوما الحبيب كتشوفوا زورتوني، شفتوا هنايا كلشي بعينيكم، حنا من ناحيه انا قلت لك حنا من الجبل، من جهه الشاون، وحاليا العائله ديالها وها هي الهضر، ها هي قدامي الوالده، العائله ديالها حتى شي واحد ما رحمها، حتى شي واحد ما وقف معها، قبلها غير الدار ديالها، ما كتاذي حد، ما كتجبد صداع، ما معروفه يعني الحمد لله الانسانه محترمه، وكيزوروها هما المناسبات، وهي كتزور معاه في المناسبات، والحمد لله العائله مزيانين. انا بنفسي كنت كنتوقع بان بصح هذه هي العائله، ملي كنت كنشوف من قبل طريقه التعامل ديالهم كنت كنقول بان هذه هي العائله، ولكن من بعد يعني ملي وقفنا في الحقيقه باش نشوفوا واش كاين العائله واش كاين الحبيب بصح، ما جبرنا حتى شي واحد، يعني الحبيب لا مشات لك الصحه هذه راه حتى واحد ما يعقل عليك، مشات لك الصحه هذيك ملي كان هذه الكبيره تخوثه، ملي كانت بقى بصحة ديالها راه كلشي كان كيحترمها وكلشي كيقدرها وكيزورها، ساعة اللي طاحت مسكينة حتى واحد ما عقل عليها. فالغالب الله الإخوان، الله يجازيكم بخير، تقدموا يد المساعدة، هذا هو المطلب ديالنا، تقدموا يد المساعدة لوجه الله، راه إلا ما يعني إلا ما وقفوش مع خوتك فالدولة ديالنا يعني ما عندها ما دير في الحقيقة، راه السبيطارات كاملين، إلا ما كانش عندك الفلوس راه غتموت. هادشي بالتجربه، يعني جربنا السبيطارات كاملين من خلال العمليات اللي دارت، من خلال الدياليز اللي دارت، من خلال الدم اللي كانت كتزيد، من خلال السبيطار الشيخ زايد اللي في جزنايا، يعني الا عندك الفلوس راه غيدخلوك، ما عندكش راه غدير الوالده ديالك وتموت بين يديك، والله يجعل البركه. فلذلك الاخوان قدموا يد المساعده لوجه الله، والله سبحانه وتعالى هو غيجازيكم، الله يرحم الوالدين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.